ومساعدة وكيل لائحة السيد محمد هوار بالنهوض بهذا الفريق إلى بر الأمان وفي عدي ليكون فريق في مستوى تطلعات الجهة الشرقية. دابا حنا كنهضروا على الجيم العام، انت دابا انه كاين مجموعه ديال اللاعبين اللي راهم جاوا، انت دابا ترى المدرب كاين، الامور كتمشى، الاداره غاديه، الكل غادي بخير وعلى خير بتنسيق مع السي محمد هوار. محمد هوار في نظرك شنو السبب اللي خلى السي محمد هوار وكيل لائحة انه ما حضرش الجيم العام؟ وظروف شخصيه، كاين بزاف الخارج عن ارادته، وكاين بعض المنخرطين اللي خارج التراب الوطني. نكونوا واضحين، ماشي نبقاو نبحثوا شي حوايجات اللي وسمحوا لي على هذا. غير وقت هذا الجمع العام غير العادي يقدر ينتخب رئيس. يعني نورمال الجمع العام، انا كنقول لك يوم 4 شتنبير سيكون رئيس محمد هو الرئيس للجمعيه الرياضيه والشركه الرياضيه ان شاء الله. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.